أعزائي المشاهدين، أرحب بكم في برنامجنا الجديد المجلة اليهودية. حلقة اليوم سوف تتناول موضوعاً رئيسياً من مواضيع العقائد اليهودية، هو الصلاة المركزية في اليهودية المسماة صلاة إسماع إسرائيل. إسماع إسرائيل هو نص كتابي موجود في سفر التثنية يقول إسماع يا إسرائيل رب إلهنا رب واحد. كثير من الناس الذين يشتغلون في ميدان الدراسات الإسلامية يقولون إن هذا النص يشابه كثيراً الفاتحة، بمعنى أنه لدينا كما يسمون إنها الفاتحة ولكن عند اليهود. آخرون أيضاً لفتوا النظر إلى وجود تشابه كبير بين سورة الإخلاص وبين هذا النص. اليوم نحن في هذه الحلقة سوف نمشي ونتعرف مع بعضنا على صلاة إسماع إسرائيل. هذه صلاة مركزية في كل شخص، لدى كل شخص يهودي. مركزية هذه الصلاة يعني الشخص يقرأ قبل النوم ويتلوها صباحا ومساء. النص يقول اسمع إسرائيل رب إلهنا رب واحد، وبالعبري يقول شمع إسرائيل أدونا إلهينو أدونا إخاد. طبعا المشاهد الذي يعرف العبري يعرف أن اللفظ لا يوجد أدوناي ولكن يوجد يهفا. لماذا؟ لأن اليهود يقدسون اسم يهوى وهم لا يلفظون هذا الاسم، بل دائما عندما يأتي نص في الكتاب المقدس باسم يهوى يحولون إلى لفظ أدوناي. ما أهمية صلاة شماع؟ بالنسبة للإسرائيلي أو للشخص اليهودي هي إعلان إيمان، بمعنى لو فكرنا بعقلية شخص مسلم هي كإعلان شهادة. فصلاة شماع هي إعلان إيمان، يقول بأن الرب أو أدوناي إلهنا هو رب واحد، هو إعلان إيمان وولاء لله الواحد وتأكيد على مركزيته بالنسبة لليهودية. صلاة شماع هي أول صلاة يتعلمها الأطفال، وهي آخر كلمة يلفظها الشخص وهو على مشارف الموت. الشخص الذي على مشارف الموت سواء بالموت الطبيعي أو نتيجة شهادة أو إصابة في المعركة يلفظ هذا النص آخر نص في صلاة شماع. وبالنتيجة هذه الصلاة مركزية تتلى صباحا ومساء لدى كل شخص مؤمن، وهي تعتبر قراءتها صباحا ومساء فريضة أو بالعبري ميتسفا. السؤال، مما تتألف صلاة شماع؟ هل فقط هذا الجزء الصغير؟ لا، صلاة شماع هي أكثر من ذلك. صلاة شماع أو إسماع إسرائيل مؤلف من ثلاثة أجزاء. الجزء الأول هو العدد الذي قارنه للتو، إسماع إسرائيل رب إلهنا رب واحد، شمع إسرائيل أدوناي إلوخين وأدوناي إخاد. السطر الثاني، مبارك ملكه المجيد إلى أبد الآبين، باروخ شم كافود ملخوتو الأولام فاد. هذا النص الثاني. ويوجد بالأخير النص الثالث أو الجزء الثالث، هو من مجموعة نصوص كتابية مأخوذ من سفر التثنية ومأخوذ أيضا من سفر العدد. قراءة هذه الأجزاء بهذا التسلسل تسمى بالعبرية بمعنى قراءة شماع أو كريات شماع. قديماً، هذه ليست قراءة بمعنى جديد، قديماً قبل الميلاد كان الكهنة يجتمعون ويقرؤون سوية هذا النص في الهيكل. إذن هذا بصوت عالي عند الصباح، عند التقدم الصباحي. فإذن منذ القدم هذه كانت صلاة مركزية بالنسبة لليهود وكانت تتلى صباحاً في الهيكل. المشاهد سوف يسأل، ما هي معاني شماع الروحية؟ أكيد إلى معاني روحية. صلاة شماع المعاني الروحية، أولاً في التثنية 6 هو الإعلان الرئيسي في الإيمان اليهودي، بمعنى لو فكرنا بعقلية المسلم هي الشهادة أن الرب أدوناي إلهنا رب واحد، ويقول ويتابع النص فتحب الرب إلهك من كل قلبك. مفهوم أن تحب الرب إلهك من كل قلبك، إذن هو أن يكون هذا الإيمان جزء من مكونك، جزء من تفكيرك، جزء من سلوكك. ليس فقط الإيمان أن تعلن الرب إلهنا، لا، فقط أن يكون هذا جزء من سلوكك.
لأنه بيتابع النص ويقول من كل نفسك، من كل نفسك. إذن الإيمان أحيانا يتطلب منك أن تضحي بأشياء في حياتك، سواء كانت مادية، سواء كانت علاقات، سواء كان نجاحات. ومن كل قوتك أحيانا الإيمان يتطلب تضحيات، يتطلب بذل جهد. بيتابع ولتكن هذه الكلمات التي أنا أوصيك بها اليوم على قلبك، وقصها على أولادك، وتكلم بها حين تجلس في بيتك. إذا ملاحظ هو يريد في هذا النص شماء أن يقول أني هذه الصلاة أنت رح تعيشها يوميا. فأهمية المركزية أو الروحية بالنسبة في داخل اليهودية قائمة على أن هي بتكون المناخ الروحي لهذا الإنسان، تعطيه مناخ روحي. إذا هو يعيش في هذا العالم يفكر بإله الواحد أدوناي، بنفس الوقت هو يعيش يعني من كل قلبه ومن كل نفسه ويقص على أولاده. إذن العلاقة اللي قائمة داخل الأسرة أيضا مبنية على وجود هذا الإله في الوسط، وحين تمشي في الطريق، وحين تنام وتقوم، ومن هون من هذا المنطلق، وحين تنام وحين تقوم، تم استنباط وصية أن يقرأ المرء فريضة مرتين في اليوم صباحا ومساء صلاة شماء، لأن إذا تم استنباط هذا الحكم. واربطها علامة على يدك. وبالمناسبة هذا موضوع الشيخ، وسوف نتعرف عليه العلامات التي على اليد في الحلقات القادمة. ولتكن عصاب بين عينيك، بكمل بعدين النص، واكتبها على قوائم أبواب بيتك وعلى أبوابك. فيوجد عند اليهود المتدينين وحتى جزئيا غير متدينين مبدأ أن يضع صلاة شماء على الباب، القائمة اليمنى من الباب. فمنلاحظ المشاهدين العرب ممكن لما يشاهدوا المسلسلات، بعض المسلسلات يعني اللي فيها أسرة يهودية، منلاحظ أن الشخصية تدخل إلى داخل البيت ويضع يده على الطرف الأيمن ويقبل يده. هو إذن يضع يده على هذه النص اللي موجود. هذا النص في العادة موجود في شيء ما يسمى اسمه مازوزة، أما قطعة خشبية وقطعة نحاسية، وفي داخله قطعة من الجلد، وفي العصر الحديث صار يضع ورق. قطعة من الجلد مكتوب عليه النص شماء. اليهودي التقليدي يقدم هذا النص بشكل أن النص الجلدي هو كوشر، إذا مذبوح بطريقة خاصة ومكتوبة بطريقة خاصة النصوص. إذا بينما اليهود الغير متدينين جدا ممكن يقتني نسخة أو قطعة تكون مكتوبة على ورق. فإذا هذه الصلاة مركزية تقول أن علينا نحن يعني أن يكون عندنا حياة الإيمان وتعليم الأطفال وتلاوته صباحا ومساء. بتابع النص طبعا يقول أن في عواقب لعدم الإيمان في هذا الوصية، في النص اللي موجود في عندنا في التسنية، وبعدين في العدد بيحكي عن وصية ما يسمى مسك الهدب أثناء الصلاة. أيضا هذه المواضيع الشيقة اللي موجودة. السؤال أني متى تقرأ صلاة شماء؟ تقرأ فعلا صلاة شماء مثل ما أسلفنا منذ دقائق، أني صباحا ومساء، لأنه هي تعتبر فريضة، وتكلم بها حين تنام وحين تقوم. وصار التطبيق يعني صلاة شماء مرتين، عند صلاة الفجر الشخريط وصلاة المساء معارف. من المعتاد عموما أن يقرأ المرء جزء من هذا الصلاة قبل النوم، كما أسلفنا عند يعني الاحتضار الموت، وهي تقرأ في خدمات الصلاة وفي البركة الصباحية. في شيء شيق في موضوع طبعا صلاة الشماء، يعني تقرأ فقط ليس فقط بمناسبتين صباحا ومساء، ولكن أيضا يوجد احتفال خاص يتم إخراج التوراة من صندوق الخاص يسمى الفلك في الأعياد. فإخراج أثناء إخراج التوراة من صندوق الخاص المسمى الفلك هو أيضا يتم قراءة صلاة شماء. السؤال، ما هي التهيئة النفسية المطلوبة لتلاوة صلاة شماء؟ هل يكفي أن يقرأ المرء بشكل أوتوماتيكي هذه الصلاة بدون تفكير؟ الفكر أو الشرع اليهودي تقول بأن يجب على المرء أن يقرأ هذه الصلاة بتركيز، لأن يعني لا سيما الجزء الأول من صلاة اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا. من المعتاد عموما أن يغلق الإنسان المصلي عينيه ويغطيها براحت كفيه أثناء الصلاة. الهدف من هذا الموضوع أن يغلق عينيه ويغطيه براحت كفيه، أن يزيل كل عنصر إلهاء محتمل أو أي ضوضاء محتمل. تقول التقاليد أن هذا تقليد قديم تم تأسيسه من القرون الأولى على يد الحبر يهوذا الناسي. إذن هذا تقليد قديم.
كيف تقرأ صلاة الشماء؟ يوجد أمر مميز من ميزات صلاة الشماء. بالعادة أحد أهم الصلوات اللي موجودة في اليهودية اسمها صلاة عمدة. الاتفاق الفقهي أو بمعنى الهلاخات تقول إني على المرء أن يقرأ الصلاة بصوت منخفض، من المكروه أن يقرأ الصلاة بصوت عالي. أما صلاة الشماء فعلى العكس من ذلك، بما أن الذات طبيعة تعليمية وهي التأكيد على علاقة الإنسان بالله ويريد أن يعلم نفسه علاقته بالله، فالمرء يقرأ بصوت مرتفع بعض الشيء حتى يسمع بأذنيه، بمعنى هذه يقرأ ليتعلم هو منها، فتقرأ بصوت مسموع بحيث المرء المصلي هو يقرأه بنفسه. وفي وضعية لصلاة الشماء، أحد الأشياء الشيقة اللي موجودة اليوم إني ما هي وضعية الصلاة؟ هل يقرأ الإنسان وقوفا أم جلوسا؟ قديما كانوا في فلسطين أو أرض إسرائيل كان الاتفاق أن يقرأ الإنسان، كان المعتاد أن يقرأ الإنسان صلاة الشماء وقوفا. كان من وجهة نظر الفكر اليهودي يقول بأن الشخص عندما يقرأ صلاة الشماء كانه يقدم شهادة أمام الله. عندما يأتي الشخص إلى القاضي ويقدم شهادة، هل يقدم جالسا أم واقفا؟ أكيد يقدم احتراما للقاضي واقفا. فإذا صلاة الشماء هي الشخص يقدم شهادته أمام الله، فاحتراما لهذا الحضور الإلهي هو يقدمه وقوفا. ولكن حدث في القرن التاسع جدل فقهي بين القراءون وبين بقية اليهود بخصوص قدسية بعض النصوص، فاتخذ قرار أني لا، حتى ما يصير التباس بسبب التشويش الذي حدث بين السجال العقائدي مع القراءين، أني دعونا نقرأ صلاة الشماء جلوسا. وتم الاتفاق من القرن التاسع أن يرجع إلى صيغة الصلاة جلوسا. اليوم في العالم المعاصر منلاحظ أن الصلاة تقرأ وقوفا وجلوسا حسب الكنيس الشخص الذي يرتبط فيه. فإذا كان كنيس أرثوذكسي هناك كان تم قراءة الشماء جلوسا على مبدأ أن هي بما أن هي صلاة تعليمية، والشخص لما بيدرس التوراة يدرس جلوسا، فاتفقوا على أن نحن نستمر في الجلوس لأنه هي صلاة تعليمية ونحن نبقى جالسين. الكنس الأخرى المحافظة والإصلاحية قالوا لا، دعونا نرجع إلى الصيغة التقليدية ونذهب وقوفا لإظهار الاحترام إلى هذا الإله، وكأننا نقدم شهادة أمام الله. آخر سؤال يمكن يكون نحن بالذات اللي لنا خلفية يعني إسلامية نتسأل، هل يوجد صلاة لباس خاص لصلاة لهذه الصلاة، صلاة الشماء؟ في الواقع يوجد من المعتاد عند اليهود المؤمنين عموما ارتداء لباس خاص. هذا اللباس الخاص اسمه الشال أو بالعبري طاليت، شال مناسب. ويوجد في الشال له هدب تسيت أربع، فالشخص بيمسك بإيده اليسرى الهدب وأثناء قراءة صلاة الشماء. وطبعا نحن بنلاحظ أن هذا سلوك مشابه، طبعا لا أقصد أني تسيت عند المسلمين، ولكن أن يكون لنا لباس خاص، يوجد عند بعض المسلمين لباس خاص لا سيما النساء. فإذا فعليا نحن عندما نتعرف على إيمان مركزي من إيمان اليهودي بنلاحظ حجم الأشياء اللي ممكن نتعرف عليهم، نتعرف على ذواتنا. قلنا في بداية الحلقة أن البعض وضع ملاحظة، هل يمكن أن تكون الفاتحة هي الشماء هي فاتحة اليهود؟ أيضا طرح أسئلة، ما مدى علاقة سورة الإخلاص قل هو الله أحد بنص شماء؟ وبالآخر منلاحظ أن لباس الصلاة اللي موجود عند بعض المسلمين يمكن يذكرنا في هذا الموضوع. أنا سعيد في هذه الحلقة أني دخلنا في بداية الرحلة في برنامجنا الجديد، ويسعدنا طبعا أني ملاحظاتكم وتعليقاتكم نتلقاها، وأنا والفريق اللي عم بيشتغل في هذا الموضوع وهو أيضا فريق لا يستهان به، فنشكركم جزيلا وإلى اللقاء في الحلقة القادمة.